السلام عليكم. تحية للشعب المغربي خاصة وعامة، الناس اللي داخل الوطن وخارج الوطن، وتحية للصحافة، وتحية لقناة أش واقعة بزاف هاي ساعدتنا ووقفات معنا وتشرفاتنا اليوم في المحل ديالنا صالون فوريو باش درنا هذه المبادرة هذه إن شاء الله. وبالنسبة لهذه الفكرة كيف ما شفتوا اليوم هذا الجو هذا الرائع وهاد الشباب اللي كانوا خدامين معنا، وهذه من قبل كانت عندنا فكرة أننا نطوروا هذا الميدان هذا، والتجأت على انني بديت واحد المحل في دارنا، وجاتني الفكره باش نبقى نكون دراري اولا اللي ما لقاوش البديل في صناعه اخرى اولا في الدراسه ديالهم. والحمد لله توفقت في واحد الاونه باش بديت كنستقطب دراري. تبارك الله ما شاء الله كاينين دراري عندهم مواهب وعندهم واحد الفن وعندهم حوايج تبارك الله زوينين وغزالين، ولكن الاغلبيه ما تيلقاوش اللي يعاونهم. هذاك الشيء علاش اليوم احنا هنايا وعلاش تجمعنا مع الدراري الزوينين تبارك الله وهاد ليكيب هادي، باش ان شاء الله نزيدوا بهذا الدومين هذا القدام ونطوروه ونوصلوا به لاعلى المستويات. بالنسبه للفكره ديال الشعار كيفاش جات، حاولنا نكون واحد الصوره زوينه للمدينه ديالنا ونتاخذوا هذا اللوغو هذا ديال القراصنه اللي كيمثل المدينه ديال سالا ومعروفين بها من قدم الزمان. والحمد لله باش الشباب ديالنا تيعجبهم هذا الستايل هذا وكيبغيو شي حاجه زوينه وشي حاجه ديكوري، وكيفاش ما شفتوا حنا طورنا اللوغو ديالنا ودرنا فيه موس الحلاقه ودرنا فيه السميه ودرنا فيه حوايج زوينين اللي عندهم علاقه بالبحر ما شاء الله. يعني نقدروا نقولوا انتم قراصنه في الحلاقه؟ احنا قراصنه في الحلاقه، والغزو ديالنا راه كان بادي من شحال هادي، هذه 14 عام والغزو بادي للحين الساعه هادي راه تطور. حنا جمعنا الجروب ديالنا والدراري عاجبهم الحال وكلشي بغى يطلع النيفو وكلشي بغى يوصل لمراتب زوينه في هذا الدومين هذا، والحمد لله. وكنوصل الميساج بان اي حرفي في اي مجال من غير كاع الحلاقه يمكن ليه يعاون ولاد الشعب ديالو ولاد الشباب ديالو حتى يضيعوا بزاف بزاف بزاف. كاينين مواهب ودراري صغار وخرجوا من المدرسه ولا ما عندهمش بديل، الدومين ما متخننش والناس ما تيلقاوش دراتو رجلو اولا وقف اولا وقعت ليه ازمه ولا شي حاجه ما تيلقاش اللي يوقف جنبه، والناس مكرفصه بزاف في هذا المجال هذا اللي هو مجال تيعتنى بالمجتمع عامة. اي واحد يمكن له تيحسن ولادي باش يكون في منظر زوين وفاش يكون بصوره زوينه وباش يتنقى وجهه او يتنقى شعره او ولادي، ماشي بالسهل هادشي، صعيب بزاف ودومين بزاف صعيب فيه تماره. وهادي انا 14 عام وانا في الدومين هذا وما عمري ما كانت عندي فكره باش ندير فيديو، وانا درت فيديو على بديت هادشي هذا حيت باش تدخل كمثال الحلاقه وتدخل فيها اللي هو الوسام، باش نسميوه حنا وسام، كيديروا الناس الوشام للحمهم وكيديروا يتخبوا ودنيهم او يتخبوا بوطهم او شي حاجه، الميساج راه وصل وباين هادشي هذا. المهم هادشي هذا خايب بزاف، ما نبغوش الاسر ديالنا ولا خوتنا ولا ولاد الشعب المغربي باش يبقى يوصلهم بحال هادشي هذا. احنا بغينا نحدوا من الدائره ديال الترميل، الشيء اللي ولا دابا بزاف حسنه خايبه او لبس خايب او شي حوايج، حنا ضد هادشي هذا. وهادشي هذا غير الانسان اللي تيكون ما واعيش مساله وعي ما واعيش ولا هادي كيدير داك الشيء، ولا لقى شي واحد اخر اللي غيوصل ليه الميساج غيولي يعرف حوايج زوينين ان شاء الله، يدير بنا محسنه زوينه، ديكرا دي سامبل، تخاساج،
سواء فيزاج بروتين كاين تبارك الله شحال من حاجه زوينه اللي تنخدموها ما عطيناش قيمه وعرف مره ما عطيناش قيمه. انا من 2000 قريت الحلقه في 2005 2006 ما عمري ما حسيت بالكرامه ديالي في شي مهرجان ولا في شي بلاصه ولا شي حاجه. ديما واخا تكون تخدم كلاس 1 كتولي انت ديما هابط لتحت. الرساله اللي بغيت نقدم ان الخدمه اللي شفتو بغينا ان تكون في مسابقات وتبان في اذاعات في التلفازه لان كنشوفوا بعض الاذاعات بلا ما دونك بلا ما نبين بلا ما نقول الاسماء ديالها كدير بعض المسابقات ديال شي حرف اللي الحلقه يعني خير منا او افضل منا. ان شاء حنا بغينا نشوفوا الحلقه وتكون لا بيبلي باش تطلع لان الحلقه كنشوفها محقوره. وتنطلب من الناس ديال الغرفه الصناعيه والناس ديال الحرف انهم يعليوا بهاد الحرفه لان حرفه يعني ما نقدروش نستغناو عنها. حاولت نستقطب هاد الشيء هذا حيت انا ولد حي الشعبي كبرت في حي الشعبي الحمد لله ولقينا واحد الضغوطات لقينا مشاكل لقينا شفنا شحال من حوايج خايبين وهادي الحمد لله حنا مشيت في واحد الطريق زوينه وهذيك الطريق زوينه وصلتني لانني نشوف ناس اخرين كيفاش كانوا وكيفاش بغيتهم يوليو. شفت فيه الصوره ديال انه غيضيع او لا ما لقاش البديل ما لقاش العائله هما فحالهمش عندهم مشاكل عندهم ظروف ما لقاش شي واحد اللي يوقف جنبه ولا هادي. انا كنحاول تنستقطبوا لعندي وكنبقى كل نهار نحبوا في هذه الحرفه هذه ونحبوا في هذه الصنعه ونجتهد معاه ونصبر معاه. انت راك عارف دابا الدراري صغار ولا هذه كل واحد والعقل ديالو يعني باش تساير كل واحد وعقله صعيبه واحد شويه. انا اجتهدت باش نبقى نخلي الفئه تزدهر وكل ما جا شي واحد تعلم او لا هذه كيشوفوا واحد اخر ما غيشوفوش واحد غيشوفوا خمسة غيشوفوا عشرة غيشوفوا عشرين اللي غيبغيو يدير بحاله. هذا هو الهدف واننا ننشروا شي حاجه زوينه اللي يديروها ناس بزاف. حنا هنايا باش نطوروا الحلقه نزيدوا بها القدام عندنا افاق باش نزيدوا عندنا افكار. مرحبا بالناس والزبناء عندنا بزاف ديال الحوايج بالنسبه للحلقه والاجهزه اللي تطورت دابا من قبل شحال هذه ما كانش سوان فيزاج ما كانش الماسك ما كانش بزاف الاليات اللي دابا كاينين دابا والتقنيات الجديده اللي عرفتها الحلاقه. وحنا عندنا طموح ان شاء الله باش نزيدوا بهذه الحرفه للقدام وبين الصحافه تقوم بالعمل ديالها ونزيدوا بهذا المعنى ديال القدام تسلط على الاضواء باش نشوفوا الحلاقه وان ما مسلطينش على الاضواء بزاف كما الحرف الاخرين اللي الناس كلشي تعرفها. الحلقه بقات هكا هي مهمشه بزاف من الصحافه انها تزيد القدام وتسلط الاضواء عليها حيت هي حرفه اساسيه بحال اي مهنه بحال مهنه ديال الطبيب كلشي تيمشي لعند الطبيب ولا الحلاق شو هو كلشي تيجي عنده ضروري فهمتي. دابا حنا شفنا في الحلقه انها تطورات ودابا 2019 ماشي هي السنوات اللي فاتت كانوا بزاف ديال تطورات اللي ما كانش بنادم تيستعملها في حياته. السلا غادا تولي من مجهزه ان شاء الله باذن الله وغادا تطور وحنا بغينا نطوروا حتى الشباب ديالها وفي نفس الوقت ندوزوا للشباب ديال المغرب كامل. علاش لا؟ حيت حنا قادرين. انا قادر باش نخرج حتى 100 حلاق 200 حلاق في العام نخرجهم تخصص رجال. انا تخصص رجال و كنتحدى المهم الدراري الحريفيه والفنانه اللي في احياء شعبيه وكذا وهادي انا معاكم وكنتحداكم انا في الدومين في الدومين بزاف كنتحداكم ونبغيكم تنتوما تبانوا عندي ونديروا لي فورماسيون نديروا مسابقات باش ان شاء الله يشوفونا ناس اخرين والناس اللي تيدنسوا بهذا المجال هذا كيديروا فيه حوايج خايبين ويدخلوا فيه الوشام ويدخلوا فيه شي حوايج خايبين وهادي حنا كنتحداوهم بزاف 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 وغنحطمهم بوحدي ومعايا ليكيب ديالي حيت غنطلق عليهم غير ليكيب ديالي وغادي نرجع انا اللور غنبقى انا الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا الطموحات ديالنا بغينا نوصلوا للعالميه بهذه الحلقه هادي ونتمنى الخدمه عندنا بروفيسيونيل
كنخدموا جميع الكوباج كيف ما كانوا، شعر طويل شعر قصير ما عندناش مشكل، وكنستعملوا الكيراجين، كنديروا الترطيباس ومون ديزاج، يعني فهمتيني كنخدموا جميع الكوباج كيف ما كانوا.